وأيضا استخدموا ويا هذا الأسلوب اللي هو عبارة عن بطل مي بنسبة متروسة من المي وطرف خيط مشدود بالبطل والطرف الثاني تم ربطه ويخلوه متدلي بهذا الثقلة. طبعا هذا النوع من التعذيب يسبب ألم من المستحيل أن تتحمله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. رسالة للأستاذ فائق زيدان المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقل إليكم مظلومية المحكوم ظلما وإجحافا علي إبراهيم صالح واللي تم اعتقاله من مخيم عمرية الفلوجة عام 2016 أثناء فترة التهجير عشوائيا اعتقال عشوائي وتم تعذيبه بأشد أنواع وأساليب التعذيب التي لا تموت إلى الإنسانية بصلة واللي ترفضها جميع الأعراف والقوانين والشرائع السماوية والإنسانية. طبعا ناهيك عن تعذيبه بالجلد وبالضرب وبالسعق بالكهرباء وبالفلقة وتهديده باستدعاء الزوجة أو الأم والأخت للتحقيق. استخدموا يا إضافة لهاي الأساليب استخدموا يا أساليب أخرى ومن ضمنها ثقب ساقة بشيش حار. وأيضا استخدموا يا هذا الأسلوب اللي هو عبارة عن بطل مي بنسبة متروسة من المي وطرف خيط مشدود بالبطل والطرف الثاني تم ربطه ويخلوه متدلي بهذا الثقلة. طبعا هذا النوع من التعذيب يسبب ألم من المستحيل أن تتحمله المستحيل أن تتحمل هذا الألم ولو لثواني معدودة. طبعا تحت هذا الضغط من التعذيب والتهديد تم إجباره على الاعتراف على تهم ملفقة تهم ما إلها أي وجود ولا أساس من الصحة. ومن هاي التهم اللي أجبروه على الاعتراف عليها أجبروه الاعتراف على أنه منتمي لتنظيم داعش الإرهابي وأيضا خطف أشخاص بالقرب من مركز شرطة الحرية بالرمادي وأيضا نقل مشتقات نفطية لداعش من منطقة تسمى زنقورة منطقة تقع غرب مدينة الرمادي. وعززوا هاي الاعترافات باعترافات شاهد متهم آخر اللي هو قتيبة أحمد حسن. طبعا بعد أن تم جمع المعلومات والجهات المختصة للقضاء أثبتوا بالدليل القاطع أنه هاي التهم ليس لها أي وجود من الصحة حيث أكد كتاب مركز شرطة الحرية أنه لا وجود لعملية اختطاف لا وجود لأي عملية اختطاف بمركز شرطة الحرية وأن المتهم علي إبراهيم ليس لديه أي مؤشر أمني وليس مطلوب لأي جهة أمنية. وكذلك أكد كتاب الاستخبارات وكتاب مكافحة الإرهاب أن المتهم علي إبراهيم ليس عليه أي مؤشر أمني وليس مطلوب لأي جهة أمنية. أبو الذهب انطيني اسمك. نعم السلام عليكم أستاذ نجم. على حياك الله. أنت وليد شنو؟ أنا وليد إبراهيم صالح أحمد محافظة الأنبار النرماتي أستاذ نجم. شو اسم المعتقل؟ المعتقل علي إبراهيم صالح أحمد. أنت مو طلعت وياي مرة؟ أي نعم أستاذ طلعت وياك مرة ودزيت لك بوقت الكتب الأمنية اللي تثبت براءة أخوي. أنا أتذكرت هسه على الهواء أتذكرت أنت طالع وياي لكن أنا عدت هاي القضية. نعم. لأنه أنت الآن اللي تقول عليه وسائل التعذيب اللي هي نعم. البطل واللي هي بالضبط أستاذ بالضبط. أنت تمتلك دليل أنهم رادوا أخته وأمه وزوجته يساومون عليها لو تعترف؟ عندك دليل؟ يعني هي أنا أقول لك وليد نعم. أنا أخذتك أخي نعم عزيز أستاذ. أنا نعم أريد أستاذ. إحنا نتحدث أمام الرأي العام وأمام العالم. نعم أستاذ عندك, أمام الرأي العام. نعم عندك دليل أنه المعتقل علي إبراهيم ساوموه على أمه وأخته وزوجته لو يعترف؟ والله أستاذ بوقت اللي عذب أستاذ كلها هو ذكرها قدام القاضي وقال له أنا واحدة اثنين ثلاثة أنه هددوني بعرضي وآثار التعذيب كلها كانت موجودة على جسمه قدام القاضي. أمام القاضي؟ أمام القاضي أستاذ. يا محكمة يا يا محكمة محكمة الرمادي أستاذ سمير القاضي بوقت أستاذ سمير كلها ذكر هاي للتعذيب قدام القاضي وشوف آثار التعذيب. والأستاذ شو اسمه سمير بوقتها يعني ما خاطب الجهات الأمنية كلها الجهات الأمنية كلها أثبتت براءته الكتب الأمنية هم بنفسهم خاطبوا الكتب الأمنية مركز شرطة الحرية وخاطبوا الاستخبارات وخاطبوا الأمن الوطني
وخاطبوا شو اسمه مختار المنطقه وجو الاستخبارات سالوا عليه بالمنطقه، كل كتبه الامنيه كانت نظيفه وكلها مرفقه بالدعوه. ايش قد الحكم الان؟ والحكم 15 سنه، والقاضي افرج عن الاستاذ نجم، القاضي اثبت براءته وافرج عنه اللي هو استاذ سمير. لكن استاذ سمير نعم بالضبط. انا كل هاي القضايا ما اتدخل بيها، انا نعم. اتدخل بقضيه واحده، انه اخوك المعتقل قال امام القاضي انه ضابط التحقيق، عندك اسم ضابط، تعرف ضابط التحقيق يا مركز؟ لا والله استاذ ما لي بكته، هو بعمرية الفلوجة بديش الفترة استاذ اثناء عمليات التحرير، هو صار اعتقال عشوائي بكته بالمخير. التحقيق وين تم؟ زين تم بعمرية الفلوجة، احنا بن الرمادي مركز شرطة بمعسكر بجيش ما نعرف استاذ ما نعرف، جو هم شالوهم احنا ورا فترة يعني من شالوهم من المخيم. هذا الكلام بالمساومة على عرضه مثبوت الآن بإفادته أمام القاضي؟ لا بس ذكر للتعذيب وما تعذيب استاذ، بس هو ذكر قدام القاضي. شلون تثبت بس انه كدونوها كتدوين بالقضية ما دونوها استاذ. أنا أشكرك يعني، وأثر التعذيب موجود استاذ موجود، احنا استاذ احنا بس نريد يعني من خلالك انت استاذ. أنا أشكرك سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنا هاي المناشدة عرضتها لكن لا أحد استجاب، استاذ فائق والرجل موجود ورقم التليفون موجود والقاضي موجود والمركز التحقيقي موجود، ما يصير شيء إذا نفتح هذا الموضوع على أقل تقدير لغرض المذاكرة، أنه ذولا اللي ساوموا بهذه الطريقة المذلة. هاي للمرة الثانية يا مجلس القضاء الأعلى أنا أعرض قضية من هذه، وعندما تسمعون على الملأ وأمام العالم أن خواتكم وأمهاتكم وزوجاتكم يتم المساومة على أعراضكم في مراكز التحقيق مقابل الاعتراف وتسكتون، بعد شبقة بالغيرة وشبقة بالشرف وشبقة بالكرامة وشبقة بالهيبة العراقيين، هذا عدت الفيديو لأنه يوجع القلب يا أستاذ فايق زيدان، لأن أنا هسه لا أحكم نيابة عنكم ولا أتدخل وأحترم القضاء، لكن في كل مكان هنالك خطأ، لكن هذا الذي نسمعه وقد تكرر ولو وليس للمرة الأخيرة أو الوحيدة قيل به، فاللي أرجوه اللي أرجوه ولو هاي أعراضكم، لأنه أنا ما أقول بس على المعتقل علي إبراهيم أخته ومرته وزوجته، لا هاي باكر تصير عليك والدنيا دوارة، كل احنا تصير علينا الدنيا دوارة، هذا كل واحد ينتهم ياخذون أمه وياخذون أخته، ايش ظل من الشرف؟